بص يا قلبي صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بدل ما تفك الفرش من جوه ولا اي حاجه يا باشا، انا النقره اهو والحته دي. بص يا باشا نلمس الارض كده وراها جايبين دي عيني. انت فاهمني؟ لا مع الاستاذ احمد جمال معاه برنس. نعم يعني هي كانت بطلقه ناد ما ده جنبك ده يا استاذ احمد بطرها دي ولا ايه؟ عمامه هو مع مؤمن قفلها. عيب عليك الكلام ده يا عم، قفلها يا عم. بص خدت بالك بقى يا برنس؟ انا واخد الحته دي كده النقر بس الاول كده ماشي. اروح انت كده اهو وروح اعمل ايه بص يا حاج؟ اروح ماسك المبرد ده كده صلي بينا على النبي كده كده على الهادي اهو، 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 على الهادي اهو. وعلى الصوت بتاع بعد كده انت ايه ما نتش الصوت والله هيطلع. لا لا ده صورتك كمان ايه؟ لا هذا عمني هو الصوت بس ما تقلقش. لا والله بص كسل. الله اكبر. هنا بقى الحته دي مسوده شويه اهي ودي مسوده شويه. أيوة. اصبح ان دول ده ايه؟ وطين. ده ايه؟ ده لزوم المبرد. بدل ما امشي ايديا فاصبح ان الايه؟ دي عملت معايا ايه؟ بص جابت الحته الوطي دي والفرس خد تاني تمام؟ وروح واخدهم عندها كمان كده صغننه كده. احنا مش عايزين ايه؟ طب وال الناس اللي بتقول المبرد غلط ما انت المبرد مش بس تغرز بيه. المبرد احنا واخدينه يا خبالك ايه؟ لا ملوش بديل. لا بديله مكنه الصنفره. مكنه الصنفره والصاروخ والصاروخ مالهاش لازمه. بص بالصلاه على النبي كده عليه الصلاه والسلام. روح واخدين برضه الحته الناحيه الثانيه هنا كده كده. ودوق العلق ده الاول كده كده اهو. وهناخد برضه نفس اللي عملناه هنا كده هنعمله في الحته اللي قدام دي يعني. اصبح ان الحته فيها حته قدام هنا صغيره واطيه هنا هي. حتى لو انا مشيت المبرد كده بعد اذنك كده انا ومشيت المبرد كده هيبان هيبان معاك على طول. بص هنا دي الحته دي ايه؟ ملونه معايا اهي. كده ده قاعد واطي تحت. هو قاعد معاك اهو. ممكن اجيب بقى الصنفره واصنفرها بس انا حاليا بعمل حاجه سريعه تمام. واروح واخد لي ايه الحته الوطيه الصغيره اللي احنا كنا عايزينها واروح ملمسين الارض يا باشا هنا كده. تمام تمام قوي. الحته بتاعت الثانيه الثانيه كده تمام. بص يطلع. ايوه هيبدا يجيب معاك اهو تمام. في حته صغيره مثلا هنا كده اهي اهي اللي هي المسوده معانا دي. المكنه دي بتشد الالومنيوم. بص ليها مكنه ليها ورد الومنيوم. دي الورده دي حديد. يعني دي ورده حديد. تلحم مع ده كده عادي. في من دي بقى كده واخد بالك الكابلايه تعدي السيستم بتاع المكنه نفسه عشان تشد بيه الومنيوم. تمام. ومش هينفع احط الحديد ده هيلحم مش هينفع معايا في الالومنيا. لازم اجيب لها ورد ايه؟ الومنيا عشان نفس الخامة اللي هتلحم معاها. هينفع الحم بالفايبر الومنيا؟ لا هينفع الحم بالالومنيا فايبر؟ لا. كل حاجه ليها الخامة بتاعتها الماده بتاعتها. الله يبارك فيك. الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. خد دي حته العضمايه دي في السكه اهي. تمام. انت النهارده لو هتخش خش جوه العظم وهتبهدل الدنيا. دي المكنه يا باشا وانت قاعد بره زي الباشا اهو. فاهمني؟ ازيك الله كل خير. لا تطمرنا يا باشا. تمام كده؟ تمام ناخد بس حته من فوق كده عشان لو في حاجه من فوق هنا كده بالمره ايه؟ بص دي قلب السكر. هو انت كده انت فاهم اللي في العصب. ايوه لو انت جبت بقى المكان اللافيت تاني وحطيت من جوه كده تبدا ايه؟ تضغط على بعض تحت العظمايه وتقرص وتطبق هنا وتعد. انت بتجيب على نفسك وكل ما انت بتشد من هنا بيشفط من هنا بيظبط. هو على قديهم حتين على قديهم ولا سخنت الصاج ولا الصاج هيلعب معاك ولا الكلام ده صح. حاجه بالصلاه على النبي. ده علاقه وده كده خد بالك. جزاك الله كل خير.
الاعجاب الحلو والتعليق الجميل للرجاله والسبسكرايب. جزاك الله كل خير. السلام عليكم.